الحكاية النهاردة عايزة تركيز شديد، لأن أنت هتشوف بعينك نشأة بني إسرائيل الأولى. الحلقة دي مفصلية جدا، ومهم جدا تكون بتتفرج وانت مركز. وسط رحال أوراق التاريخ المترامية، تفضل ورقة بني إسرائيل على الخريطة الزمنية للكون ورقة مميزة وعلامة فارقة في تاريخ الإنسانية ككل. بس لما تفهم إنها كلها بدأت من نسل النبي يعقوب، اللي أساساً تميز بحاجة مختلفة تماماً عن كل البشر على الإطلاق. قبل ما نكمل، ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. سيدنا يعقوب كان عنده طاقة رهيبة من الحب، لدرجة إنك المفترض لما تيجي تصنف شعور جميل زي ده لازم تحط في أسمى درجة وأعلاهم الحب اليعقوبي. في الغالب بدأت الحكاية مع سيدنا يعقوب اللي كان ليه أخ تاني اسمه عيسو أو العيس، واللي هو يعتبر أبو الرومان، والاتنين زي ما انت عارف أولاد النبي إسحاق ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام. النبي إسحاق كان بيحب يعقوب جدا، وكان هو الأصلح عشان يرث النبوة منه، فده ولد غيرة وحقد دفين عند عيسو تجاه أخيه. ويعقوب كان معروف عنه الصلاح والتقوى وحبه الشديد لأبيه، حب غريب كده لا يصدر إلا من يعقوب. بينما عيسو كان مشهور بالألعاب والخداع، أو على حسب الرواية اللي بتقول إنه كان ميال للسلطة والتسلط على أخيه، ودايما كان بيفكر أخوه إنه مولود الأول على الرغم من كونهم توأم يعني. فقرر عيسو إنه يتخلص من يعقوب بدافع الغيرة. يا أخي، وكأن كل شيء في الكون ده بيتكرر، ونواميس الكون ثابتة والأفعال هي المختلفة، بس ممكن جدا نفس المقدمات في ظروف تانية وبيئة تانية تديك نتائج مختلفة، ومش شرط أحسن أو أفضل بس مختلفة. دافع الغيرة اللي كان عند عيسو ده والشر اللي جواه ناحية أخوه خلى أمهم تحس بخوف شديد، خصوصا إن والدهم إسحاق كان أصابه العمى وصحته بتتراجع، وما كانش قادر يصد مشاعر الكراهية اللي عند عيسو تجاه أخيه. فقررت الأم إنها تهرب يعقوب وتقوله إنه لازم يهرب فورا ويروح لأخوها لابان اللي كان مقيم في بابل. وبالفعل جهز يعقوب حاجته وهاجر على بابل هربا من بطش أخيه وراح لخاله. سيدنا يعقوب كان معروف بالخجل الشديد وفي نفس الوقت الذكاء العظيم، ومش بس كده، كمان الإخلاص وطاقة حب رهيبة وذكاء عاطفي عظيم. لابان ده بقى كان راجل ثري جدا، وكان بيمتلك مزرعة كبيرة فيها أغنام كتير وعبيد كتير شغالين عنده، ويمتلك من المال ما يكفي لإطعام وكفالة أهل بابل كلها. ومن هنا بتبدأ حكايتنا تاخد منحنى جديد. أخيرا بيرجع حد من نسل سيدنا إبراهيم لبابل مرة تانية، ومش أي حد، ده حفيده مباشرة. سيدنا يعقوب أول ما راح بابل شاف بنت في منتهى الرقة والجمال، فقرب منها وسألها، فعرف إنها وبالصدفة بنت لابان خاله بذات نفسه، والبنت دي كان اسمها رحيل بنت لابان. وكان النبي يعلم تماما مدى صعوبة موقفه من إنه يطلب الزواج منها، خصوصا إنه كان لسه لا يملك قوت يومه، فضمر حبها في داخله وخبأه عنها وعن كل الناس، وحيدا مهاجرا من مكان لمكان جديد عليه تماما، ومفيش في إيده أي حاجة يقدمها، هربان من بطش أخيه بيه. وكأن العالم كله بقى واسع جدا، وحجم سيدنا يعقوب بيقل مع كل يوم بيمر دون أن يجني قوت يومه. وانت لوحدك بتبدأ الضلمة والعتمة يعملوا زي غزو لقلبك وعقلك، وفي وسط كل الضلمة دي تلاقي نجمة تسطع بالأفق فجأة. نجمة سيدنا يعقوب كانت رحيل بنت لابان، كأنه في عز التيه لقى اللي شبهه واللي بيدور عليه وسط الكون، كل من يشبه انفعالاته وهدوءه وأوقات حزنه وفرحه. عينها كانت تملكت من النبي، وكأنه وجد وطنه الكامل فيها، لحد ما كان اليوم الموعود. امتلك يعقوب من الشجاعة والفطنة ما يكفي، فتقدم للابان وطلب منه أن يزوجه من ابنته الصغرى رحيل. فانفجر لابان غضبا ورفض، ولكن بعد شوية رجع ووافق على طلبه، بس بشرط أن يخدمه يعقوب عليه السلام لمدة 7 سنين دون أجر، وإن الأجر هيكون زواجه من رحيل. سيدنا يعقوب هيرعى الغنم للابان ويسقي الزرع لمدة 7 سنين ودون مقابل إلا شوية أكل ومكان يبات فيه، وفي النهاية هيجتمع مع اللي بيحبها. وتمر الأيام بطيئة، وسيدنا يعقوب كان مقرر إنه يتزوج من رحيل ويرجع فورا لكنعان حيث والده إسحاق عليه السلام. لابان كان بيراقبه وعمره ما تخيل إن الفتى البسيط اللي جاي من كنعان هيقدر يتحمل كل المدة دي عشان يقدر يتزوج برحيل، ما البنات في كل مكان في بابل.
والحياة اللي فرضها عليه لابان كانت صعبة وشروطه كانت جنونية، فاستغرب جدا لكنه مدرك انه حفيد ابراهيم عليه السلام. لاحظ كمان عليه الصلاح الشديد، وانه في اوقات خلوته طول الوقت بيكون متفرغ للعبادة والصلاة، وانه يدعو الناس لعبادة الله تعالى ويعلمهم اسرار الكون. يمر صيف وراه شتاء وراه صيف وراهم شتاء وهكذا لحد ما تكرر الموضوع ده 7 مرات، يعني مرت 7 سنين. وسيدنا يعقوب قائم على خدمة خاله لابان دون مقابل لحد ما جه الميعاد. دخل يعقوب على لابان وطلب منه انه يوفي بوعده ويزوجه من رحيل كما وعد. فوافق لابان أن يوفي بوعده وعهده إلى يعقوب، وفي الليلة الموعودة أرسل لابان العروس إلى يعقوب محملة بالورود والزهور، ليفاجئ يعقوب بأنها ليست برحيل وإنما هي ليئة أو ليا بنت لابان، وهي أخت رحيل الأكبر. فعمل نفسه كأنه كان عارف ومرضاش يجرحها يعقوب، بل بخجله استقبلها في داره، ولم يصرح لها بأي شكل عن خديعة والدها ليه، بس ابتسم لها. ليئة لم تكن بذات الجمال، لم تكن في مستوى جمال رحيل اللي كان بيحبها وصبر عشانها 7 سنين كاملة. وتاني يوم راح سيدنا يعقوب للابان وهو غضبان جدا وقال له: لقد خدعتني يا خال. فقال: ليس صحيحا بأن أزوج الفتاة الصغرى قبل أختها الأكبر، ولكن إن أردت رحيل فاخدم لي 7 سنوات أخرى. والغريب والغير متوقع هو موافقة سيدنا يعقوب، وبدأ يخدم سيدنا يعقوب لابان 7 سنين تاني، طمعا منه في انه اخيرا هيتزوج رحيل ويسيب ارض بابل ويرحل عنها ويرجع تاني على كنعان. لابان كان مندهش، اللي هو دوافق على شرط السخيف لتاني مرة، وعلى الرغم من ان اندهاشه كان طبيعي، لكن الاصرار اللي كان عند سيدنا يعقوب وقتها خلانا نشوف دلوقتي قد ايه سيدنا يعقوب كان يمتلك شيء مفيش حد تقريبا امتلك زيه، واننا لازم كلنا نقتدي بيه في الشيء ده، قلبه المحب. زي ما قلتلك في الأول إنك قدام قصة نبي زي كل يوم، لكن القيمة اللي بيقدمها لنا سيدنا يعقوب على مدار عمره، بداية من محبة أبيه ليه وتفضيله ليه على حساب أخيه، لحبه الرحيل اللي امتد ل7 سنين وعليهم 7 تاني هيزيدوا، وترجع العجلة تدور، وعجلة الزمن تعد على سيدنا يعقوب سنين تمر، وشتا وراه صيف وصيف وراه شتا لحد ما قربت السنة 7 على الانتهاء. بس ثواني، رحيل كانت بتعمل ايه طول الفترة دي؟ اصل دول 14 سنة. رحيل كانت فتاة مدللة لدى والدها، وكانت قريبة جدا منه، ولكنها كانت برضو بتحب سيدنا يعقوب، وصبرت عشانه ال 14 سنة دول، فرفضت عروض زواج كتير جدا، وده على الرغم من جمالها الغير مسبوق، ولحد اما عدت السنة 14. انت متخيل؟ 14 سنة انتظار ومثابرة عشان يفوز باللي بيحبها، وايه كمان؟ ده بيشتغل عند والدها كل يوم طول ال 14 سنة دول، ما كان ممكن يزهق، وكان ممكن حبه ليها ينطفي، ولكن هيهات. تقدم يعقوب للابان يطلب منه الوفاء بعهده، فوفى لابان بوعده وزوج يعقوب من ابنته رحيل. وأخيرا وبعد حب مع إيقاف التنفيذ طالت مدته لمدة 14 عام، لك أن تتخيل كام مرة شاف سيدنا يعقوب عليه السلام السيدة رحيل، وتبادلا النظرات في استحياء وبصمت. لك أن تتخيل تلك اللحظات القصيرة من رحيق الحياة الوردية اللي اشتمها يعقوب دون أن يتذوقها فعلا. بعد ما تم الزواج بين سيدنا يعقوب والسيدة رحيل، قرر سيدنا يعقوب عليه السلام أنه أخيرا يرجع لبلده كنعان، يرجع وسط أهله وأحبابه، والمرة دي معاه حب حياته. فراح يطلب من لابان بعضا من الإبل والغنم عشان يقدر يسافر بيهم، وال14 سنة دول ما يكونوش راحوا كده دون مقابل فعلا. لكن لابان اشترط عليه أنه يخدم 7 سنين تاني في مقابل أنه يعطيه بعضا من الإبل والغنم عشان يرجع بيهم على كنعان. ولتالت مرة يوافق سيدنا يعقوب عليه السلام ويعمل عند لابان 7 سنين تاني في مقابل الماشية. بس بعد 21 سنة يكونوا عدوا، عاش 7 سنين منهم مع محبوبته رحيل، أثناءها حملت منه ووضعت ليه طفل جميل جدا واسمه يوسف. كان كأنه نتيجة حبه العميق ليها، بديع الجمال يطيب للرأي رؤيته، ابن الحب اليعقوبي. ولما انتهت 7 سنوات كان يوسف بقى عنده 4 سنين، وبدأ سيدنا يعقوب يعد العدة للرحيل عن بابل والعودة لكنعان، والمرة دي معاه زوجتيه وأبنائه والأغنام والماشية. لما كان في السكة عرف خبر وفاة والده، ولكن يشاء الله عز وجل أنه يوصل على كنعان يلاقي أخيه العيص مستنيه وجواه غضب شديد، بس أول ما يشوفه يفتكر والديهما،
وتذوب الخلافات ويتصالحا ويعرض عليه العيص انه يعيش في كنعان قريب منه. لكن ما عدتش الايام وفي السنة التانية من وجوده في كنعان تحمل رحيل بطفلها التاني، واثناء وضعها ليه بتتوفى. الابن التاني كان بنيامين، ويعيش سيدنا يعقوب في اشد حالة من الحزن مشفقا على يوسف وبنيامين اللي بقوا ايتام الام، وكان بيتابعهم وبيرعاهم بنفسه. وفي الاثناء دي نما حب يوسف اكتر جواه، وحس ان بيحبه اكتر من اي حاجة في الدنيا، يمكن اكتر من باقي اخواته، لكنه كان بيحاول يخفي ده. لكن هل فعلا نجح؟ هل اخواته حسوا بكده؟ واحساسهم ده وداهم لفين؟ استنى حلقة بكرة عن سيدنا يوسف عليه السلام، وما تنساش تتابع مسلسل كل يوم نبي. كل يوم عندنا في القناة قصص الانبياء وسرد مفصل وبسيط وكأنك بتسمعها لأول مرة.